الأوضاع المعيشية في مدينة تعز في تدهور مستمر، ومع حلول شهر رمضان المبارك تتسع دائرة المعاناة ولا تبدو حالة الناس أفضل من الأعوام السابقة. ها هو رمضان للعام الخامس على التوالي، ونحن في مدينة تعز نعيش بين نارين، نار الحرب ونار الحصار. يستقبل الأهالي الشهر الفضيل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدامها، ما يجعل الفرحة منقوصة، وإن حضرت متقلة بهموم ومتطلبات المناسبة السنوية. رمضان يكرر نفسه منذ 4 سنوات للحرب، والشعب اليمني بكامله يحتفل بقدوم هذا الشهر الكريم، خصوصا أبناء تعز، ولم تكتمل فرحتهم لهذا الشهر لانعدام الخدمات الأساسية وانقطاع الرواتب وغلاء الأسعار. إلى جانب الحرب والحصار، كان سكان المدينة يعلقون آمالهم على أن يأتي رمضان هذا العام مختلفا، لكن ما تشهده الأوضاع المعيشية تخصم من رصيد فرحهم بالمناسبة. فارغة أسواق المدينة من زوارها حتى مع مناسبة كهذه، إذ تأتيهم مرة في السنة، لكنها تسير على غرار السنوات الأربع الماضية، حيث تلخص حجم الواقع الأليم لحياة معيشية صعبة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.